ضربة جزاء حوار ساينغلو. مباراته رقم 20 مسجل 7 اهداف الى حد الان في انتظار التنفيذ. ساينغلو يتقدم خطير وجول جول 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 1-0 الانتر عن طريق ساينغلو يسجل اول هدف المباراه. يباغت الحارس سورنتينو ويضع الانتر في المقدمه 1-0 بعد 12 دقيقه لعب. بدايه والاروع لسيمون انزاغي ونادي الانتر. 1-0 سكور. هدف الثامن للتركي هاكان ساينغلو من خلال علامة الجزاء يسجل أول هدف المباراة. شوف التنفيذ يضعها في الزاوية البعيدة والمستحيلة للحارس سورنتينو ويعلن هدف السبق والأسبقية لعناصر نادي الإنتر. 1-0 إنتر أمام نادي مونز. مرات دفاعية مرات قليلة ممكن أول مرة يتجاوز منطقة وسط الميدان ويدخل في مناطق نادي الإنتر. المرة نشوف يان سومر فاشن كلين شيت ليان الحارس السويسري. حاول يخرج من الخط الدفاعي نادي الانتر. لمسه وانطلاقه البحث على اليكس. يتقدم اليساندرو باستوني يطلب كره دي ماركو في الجهه اليسار. سريع نادي الانتر على مستوى الكرات على مستوى التحولات الهجوميه. صاحب الصداره والطليعه على مستوى الدوري بعد نقطتين من السيد العجوز. 48 نقطه للمحبوبه البيانا ماتا. الانتر اقوى خط هجوم ب 44 هدف، اقوى خط دفاع ب 9 اهداف، الفريق الذي لم يخسر خارج ملعبه، الفريق الذي سجل في كل المباريات. كرة ممتازة جدا أمامية، فرصة إمكانية انطلاقة من مخيتاريان، يتقدم بينية، دي ماركو العرضية وجول، جول 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 جول، هدف ثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز. لاوتارو يضاعف النتيجة لصالح الإنتر. 2-0 سكور. انطلاقات لاوتارو، كروسات لاوتارو أو دي ماركو عفوا، وهدف ثاني لصالح الإنتر عن طريق اللاعب لاوتارو مارتينيز. انطلاقات دي ماركو على مستوى الصناعه التوزيع ولاوتارو مارتينيز يباغت سورنتينو ويسجل ثاني اهداف المباراه. ممتاز جدا الاسيست من دي ماركو واكثر امتياز الكره الاخيره من لاوتارو مارتينيز الذي يسجل ثاني اهداف المباراه. الدفاع ما زالت الكره امكانيه في حين الدفاع بعد كره. الدفاع في عين دي ماركو. فرصة وتشانسي مرتدة لصالح نادي الانتر. كرة تمشي طويلة من دي ماركو. بحث على ساينغلو في عين مخيتاريان. لهارب البحث على الضربة، البحث على القاضية، يدخل الاسيست خطيرة ترام. التسديد جول 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 ولا أروع الانتر. هدف ثالث لصالح الانتر عن طريق هاكان ساينغلو. يسجل الهدف الثالث القاضية من الانتر عن طريق ساينغلو. يسجل ثنائية وهدفه التاسع للتركي في السيزون. هدف يقضي على احلام العودة بالنسبة لنادي مونزا. حين نشوف هل هناك فاول في اللقطة الأخيرة على لاعب ساينغلو. الحكم كان أعطى أفضلية للانطلاقة السريعة من مخيتاريان. التوزيع شوف اللمسة التمهيد والتسديدة وكرة في المرمى في مرمى الحارس سورنتينو. هدف ثالث لمصلحة نادي الانتر. ثنائية التركي هاكان ساينغلو يسجل 9 اهداف في السيزون. 9 ماتيو في مواجهة وفي حوار يان سومر. تركيز كبير من ماتيو. انتظار الشارة من حكم المباراة. فرصة للمونزا للتقليص. بيسينا يمشي يتقدم الكابيتانو. بيسينا تسديدة. بيسينا يا ياي بروعة بروعة. بيسينا يدرر الفارق. بيسينا يقلص يسجل أول أهداف المباراة لنادي مونزا. ولا أروع التنفيذ من بيسينا الكابيتانو. هنا العودة الفاول على الدارميان موجود ثابت. قرار سليم التنفيذ في السليم وهدف فول لصالح نادي مونزا. هدف فول للمونزا بتوقيع بيسينا. ثاني اهدافه في السيزون للكابيتانو بيسينا. لاعب السابق لاتلانتا دي بيرجامو في موسمه الاول. الجرينتا من كاليانى. لاوتارو
يتجاوز سيتجاوز ما رقم ماوري كاردي. تركيز كبير من لوتارو، كم ينبع لاعبين ممكن يفعلها سورينتينو. لوتارو لوتارو جول 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 لصالح الانتر عن طريق لوتارو مارتينيز. 4-1 4-1 ثنائية لوتارو مارتينيز، وهدف رابع لنادي الانتر. 122 هدف للاوتارو مارتينيز، يتجاوز رقم ماوري كاردي على فارق هدف وحيد من بوبو بيري ب 123 هدف. ثنائية لوتارو مارتينيز قوية، الكورة مستحيلة على الحارس سورينتينو. 4 أهداف لهدف لصالح نادي الانتر، عرض قوي مخيف نادي الانتر. اروع مخيتريان على مستوى اقتناص الكرات، يلعب كره ملعوبه لتيرام، يحاول يدخل ممكن يشوط التسديد له، يدخل تراوغ خطيره وجول جول 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 عالمي تيرام، ولا اروع تيرام، هدف ولا اروع من تيرام. ممتاز جدا الفرنسي، الفرنسي تيرام يسجل 5 أهداف في المباراه، 5-1 لصالح نادي الانتر. ممتاز جدا تيرام يسجل 8 أهدافه بالسيزون، ممتازة جدا المراوغة، التسديدة في مرمى الحارس سورينتينو. 5-1 الانتر، الانتر في عرض خرافي ولا اروع، فانتاستيك الانتر اليوم، فانتاستيك الانتر ناتشونال يا ساد. هدف ممتاز جدا من تيرام، انتهت الامور بالنسبة لسيمون انساجي. 5-1 سكور تاريخي ولا اعرف بالنسبة لنادي الانتر خارج ملعبه. انطلاقات بسرعة مخيتاريان، فتح اللعب، شوف المراوغة في الباي باي، يشوط يسدد، وهدف الخامس لصالح نادي الانتر عن طريق الفرنسي تيرام، يوقع على 8 أهدافه بالسيزون. تيرام يسجل 8 أهداف.